أكرمين. يبقى عشان تفوز بليلة القدر، واحد، التمسها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، العشر الأواخر كلهم. ثانيا، عليك بصدق الطلب. انت نفسك فعلا السنة دي تفوز بليلة القدر اللي ثوابها أفضل من عبادة ألف شهر، كأنك عبدت ربنا 84 سنة، صمت النهار وقمت الليل ولم يفطر لسانك عن الذكر، ده يكتب لك في الصحيفة كده. طب هو حد فينا يعيش 83 سنة؟ ولو عشتهم هتصوم كل أيامهم وتقوم كل لياليها؟ منحة ضخمة جدا، فلا تضيعوها يا عباد الله. بقول لك عمرك كله يهون عليك إلا الليلة دي. ليلة القدر خير من ألف شهر، التمسها في زمنها تنلها، أصدق في طلبها يوفقك ربك جل جلاله. الصدق إذا أخذت بالأسباب وصدقت في الطلب صدقك الله عز وجل. الأعرابي إلا أسلم وشارك مع النبي في غزو، فأعطاه النبي غنيمة، قال ما على هذا بايعتك، إنما بايعتك على أن أرمى بسهم هنا فيخرج منها هنا. قال النبي له إن تصدق الله يصدق. تاني غزو على طول وجده الصحابة في الشهداء وقد رمي بسهم في نفس المكان الذي أشار عليه، فقال النبي صدق الله، فصدقه الله عز وجل. لو أنت صادق مع ربنا، ربنا هيعينك. لو كان ذلك كذلك فستعطى أجرها. أصدق، الصدق في النية يبلغك ثواب العمل وإن لم تعمل. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق، بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يبقى طيب التمسها في زمنها، أصدق في الطلب. ثلاثة، عليك أن تلح في الدعاء، يا رب أكرمنا بثواب ليلة القدر. وانت بتفطر لك دعوة مجابة، يا رب من علي في عامي هذا بثواب ليلة القدر. وانت ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يا رب لا تخرجني من عامي هذا إلا وقد مننت علي بثواب ليلة القدر. في جوف الليل الآخر، أقرب ما يكون العبد من ربه، يا رب ألح على الله، ألح على الله. وربنا يحب العبد اللحوح. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعجز الناس من عجز عن الدعاء. ما ربنا بيقول لك ادعوني وأنت لا تدعو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. عايزك اليومين الجايين دول، اليومين الجايين دول ايه؟ من دلوقتي وانت شغال بتشوفني تدعو أن يمن الله علينا بليلة القدر وألح على الله. ربنا يحب العبد اللحوح. الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أربعة، لكي تفوز بليلة القدر اعلم فضائلها حتى تستنهض الهمة للفوز بها. هو الإنسان كده، تعرفه لو عمل كذا هيكون كذا. ولذلك أبواب في كتب العلم تحت عنوان فضائل الصيام، فضائل الصلاة، فضائل العبادات، فضائل كذا، فضائل كذا. ليه ربنا ذكر الفضائل؟ ليه النبي ذكر الفضائل؟ ليستنهض الهمم، ليشحذ العزائم. العلم بفضائل ليلة القدر سيحفزك على الحرص للانقطاع لطلبها. خمسة، لكي تفوز بثواب ليلة القدر عليك بسنة مهجورة، سنة الاعتكاف.